المحلل الشرعي يتهم شريف عامر بفبركة اللقاء. ظهر محمد الملاح المعروف إعلامياً باسم المحلل الشرعي في فيديو جديد تم انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أنه كان ضحية لفبركة فريق عمل برنامج يحدث في مصر والإعلامي شريف عامر، حيث قال: الأستاذ شريف عامر موجود، بعد ما حصل الكلام ده دخل لي برضه أستاذ شريف عامر قال لي مش هيحصل حاجة، طلعت ذاكرت، قال لي ذاكر، ذاكرت السيناريو اللي هم جايبينه أو ما أنا صح الإعداد، بعد ما ذاكرت الإعداد طلعت على الهواء اتكلمت. انا افتكرت ما كنت بتكلم وعارف ان انا يعني هبقى مشهور، هبقى نجم طالع مع شريف عامر وبتكلم في مشكله، فانا موديل يعني مش هيبقى حاجه عاديه، قالوا لي مش هننفع نجيب حد، فجبنا حد يؤدي الدور. انا ما اتجوزتش 33 مره، انا ما اتجوزتش غير مرتين وماليش صفحه على الفيس زي ما بيقولوا، مش عارف هو عمل كده ليه. حتى في الوقت الفاصل كان بيقول لي انت الان من ايه، مفيش حاجه امانه معاك. قلت لهم طب انا مفيش مسؤوليه عليا، يقول لي لا انت مفيش مسؤوليه عليك، المسؤوليه احنا جايبينك، المسؤوليه علينا احنا، احنا اللي مطلعينك واحنا اللي احنا اللي هنظهرك. طلعت معاهم واتكلمت في وسط يعني ما قال نطلع فاصل قال لي في بيدج هيظهر، قلت له يعني ايه بيدج، قال لي صفحه كده لو ظهرت قول اه بتاعتي والكلام ده كله. طلعت وقلت ان هي بتاعتي، ويا ريت ما كنت قلت، كان كنت نفسي ان انا ابقى مشهور، لكن انا ما بقتش مشهور، انا اتشهر بيا. انا عايز ارجعهم بس اقول لهم يعني انت لو اخوك او اي حد من اهلك ترضى ان هو انك انت تعمل فيه كده؟ ترضى يا استاذ شريف؟ ترضى يا استاذ ياسر؟ ترضى ان انتوا يحصل فيكم كده صح؟ او يحصل لحد من اخواتكم كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب استاذنكم نتناول الموضوع بقى بالتنشق القانوني، اذكر الله احنا بلد فيها قانون ما تشغلش بالك. اولا سبب دفاعك عنه، السبب اللي مبدئيا لما قضيه محمد الملاح دخلت المؤسسه بتخش دايما بتتعرض على الكيان. وفي أول تعليق له كتب الإعلامي شريف عامر على صفحته على تويتر قائلاً: وصلني الآن رابط طويل به كثير من الأكاذيب، عند هذه النقطة يأخذ الموضوع شكلاً آخر، نحن نعيش في دولة وعند الاختلاف يلجأ الأطراف إلى القانون لا البيانات ولا إلقاء الاتهامات على مواقع التواصل، من الآن يتحمل كل طرف مسؤولية أقواله وأفعاله، إن في مصر قضاء، رحمنا ورحمكم الله.